حياكم الله، يعني نورتونا، اهلا وسهلا بيكم. هاي لعبة دايزي، هي لعبة عالم مفتوح استكشافية، يعني اكو سيرفرات فيها مولات. شلون يعني لعبة ارك مو باتل وورلد مثل يعني بابجي وغيرها؟ شنو هذا؟ هنود حمر؟ لا ارجع. خربطت بالطريق، عدوني لين سيارة عادي، تهكمها مزعج. قل بعد لي راح اوصل، ما ضل شي. خلي يروح صدق ذا المعبد، روح للمعبد طيقي المعبد هذا، لازم اجرح روحي اللي اقدر يخليني المعبد يوديني يعني غير مكان. شوف هاي القاعدة والمرة لو خليها بعدين. اوه تمرض اللاعب مالتي. وين تترا سايكلين مالتي فيتامين وتترا سايكلين. شوف لو تالي قواعد عسكرية مستودعات. هذا مستذئب، خل عليك كيفي كل ماي لو شافاني شافاني بعد ما يفيد. هذا ماي ما ادري بي. اكو طريق قدامي ودي هاي طريق. خلي افتش هذا البيت، القصد المستودع. شنو الدرع هذا؟ اقدر البسه؟ تمام. عاش عراقي. وهذا تاكتيكال، يا الافضل بنطوني عدي لو هذا. هذا الافضل. جنطر عدي افضل.
اه بس بالليل. اوكي المعبد بس بالليل. بالساعة هسه ايش قد الوقت تقريبا؟ قاعد اسمع صوت ذيابه. شافوني بساعة بساعة. صعد صعد صعد. وين السكك الحديد؟ طيب ما يوديني السكة حديث. وهذا الثعلب خليني ثعلب مدى ابن آوة. خلي ادعمه هواي ذني. مات مو؟ يخوش واحد معتين مات. بس بقية شلون؟ طيق وين يودي؟ هاي طيق يوديني سكة الحديد. هذا مشبش ما اعتقد يودي. لو من هنا اصل على هاي حافه ما اقدر. وين هسه انا؟ اي راح اوصل ما ضل شي. سكه حديدي شي اياها. شلون اقدر اوصل لها؟ اول شي سويت بس وايد ولا كلش هواي. اي اذا اجي منها اقدر اعتقد مو؟ اذا اجي منها بس لازم عليك كيف كلش لا تغرق السيارة. لا 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 بس لا تغرق السيارة. اي بس كم مطوس. يلا يا معودة. اي وصلنا. هسه سكة حديد اخذها قبل بعد. شنو هاي؟ قطار هذا ها.
اذا اطلع منه اقدر اروح للمعبد؟ اذا اروح منه وارجع اقدر اوصل للمعبد. اوكي من هو الطريق؟ اوكي من هنا. بس خليني اصفط السيارة وخليها بجيبي. وين الرنش؟ بسرعة قبل لا يجني. لا اجن انا علمتش. انه بس اكتب كم واحد والبقية اشيو دن. انا اخذت جلوتين بس ما عندي مساحة. دول الهنود الحمر. عنده لوت هذا؟ لا. شافوني. مو هنا، انا خلي اجمعهم مكان واحد على مود، مو كل ساعة يجيني واحد. يمكن تيهتهم؟ تيهتهم. طيق مضبوط؟ اوكي. اكو بير هنا أنا. ما لحق. بس لا ذيابه. اوه. اصعد. ذاك المعبد. بس انا شو اسوي؟ لازم اتخلص من هذولي. واحد اثنين هم اتخلص منهم. قاعد دخلوا كلكم، دخلوا هسد باب عليكم. ها من يصير شعله؟ من يصير شعله بالمعبد اللي اقدر ادخله؟ انتوا بعد دخلوا كلكم؟ وايد ولا 176 طاقة ما تكفيهم. خل اعبي. بس تصير معابد ديك نارية اقدر ادخل المعبد. تصير شعلة نارية. يا ابد هم مالكتي هذول. وين الشمس هي؟ شو قد بدو تصير لي؟ انا افضل انه اضم العتاد مالتي بعدين داخل معبد. اكيد اصادف من ذولي نود الحمر.
يلا ما نويت الشمس تغيب. ايش طولت؟ زين صدق اذا اشمل الشيء يمكن يكون وراء اعتقد، بس هاي يكون حالات ما شايفيني. روحوا لا ترجعون. يلا يمتى الصيدين يا دير؟ إذا بال 17 يعني بس ساعة بالخمسة. خلي شنو بعد شغله يمكن شنو معافوني. ذاك واحد تجابك هناك ما تقيدي. هذا الثاني لحظة اسوي الغرب من هنا والشمس بجهة الغرب. اي اذا راح تغرب بس الشجر شوية حاجب الرؤية، ما اعرف وين وصلت هسه هي الشمس. انزل على كيف. اوه ذاك واحد اذا بسكينة وطعنا ما يموت قبل. اثنين هم واحد اثنين. هسه لازم شو اسوي انا من شو اسمه تشتعل الشعلات الحمر. هذا واحد اجرح روح لازم اضل اركض حافي من ما انجح روحي انه بقدر اصعد على الشراين هاي المصطبة. اي راح اصيدني اليد. بس خلينا تشتعل الشعلات. يلا ما صادني لي. اكل خلاك من هسه.
بس ساعة المفروض هسه ايش تعلن. تسعتاعش خلي اسألهم بالله. ما يحتاج انا هسه شوية انتظر اذا ماكو حتى صارت كلش جديد. لا شغل حراري شلون بضل اللايت مات غير اوكي. بس بطارية مات ايش قد هي؟ بطارية مات قليلة عندي اعتقد حراري بعد بطارية ثانية. هاي بطارية بس لا شافني. بس لا شافني. شافني شغل حراري جرحني. والله صدق هسه ما يصير باعتباري جرحني ما اقدر اروح للمعبد. مو هسه مو وقتها هسه. انت طلعت لي ما تقول لي منين طلعت لي ما تقول لي. خلى علي جروحي يلا ما دام قال لك. خليك مقال لك هنا. انا يمتي يشتغل ذني الدنيا صارت لي كلش. قلت لهم اذا صار انشالات ناريه should I believe midnight midnight يعني ايش قد انتظر. ما انا ما ظل هيك انتظر. اروح وارجع له. ما اقدر اتيهم. خلي ودي مغيب بكره ارجعهم بكي تيهم.
هاي شلون قلت لهم هذا السيرفر مو لاعب ضد لاعب، بس راح ينحضر هذا. مشكورين اخوان على اللايك، بس انا اسمهم انت حاليا مجرد يعني انه انتظر المعبد نص اللي تشتعل النيران مالته على مود اقدر ادخله. اعتقد هسه ميد نايت صارت مو هسه الدنيا المفروض كلش ليل. ايه اسبح. ها النهر شو طويل ما لا نهايه. خل اسبح على الجهه الثانيه افضل. والمفروض انا ما اتنقع لين عيني يتمرض. بعدها مو ما اشتعلن. بس انا افضل هسه لين ما حد يدري بيه. خل اراقبه من بعيد. لو هذا مو المعبد. مو المعبد هذا ها. هذاك المعبد. ايش تعلمون؟ ايه اشتعل اشتعل انشلات. هسه اسوي امشي حافي لازم. دايما انجرح او اخلي واحد من ذولا يطق. يلا يا معود انجرح انجرح انجرح. طقوني بلا طقة واحدة. اي تعال يلا يلا عمي في مال. ها ما تروح. اي واخيرا رحت. داوحك هسه داوحك. وين الباندج؟ هذا ترى مو تسجيل سابق اخوان، هذا يعني جاي العب انا حاليا. بس شنو هو؟ رسالة قديمة. شوف شنو يبغى نستكشف بيه. ناش عندنا هذا عتاد. اي ما سلاحي هذا خوش. اوه سلاح هذا راقي. لا وش وقعت.
بس عاد يا معود سلاح حصلت نادر. شنو السلاح هذا؟ ماشين جان واس ام فورتكس، اسلحه راقيه ما شاء الله. خوش لوت هذاك. شنو هي بعد؟ فرصه فيست. هاي فيست شنو هذا؟ ارمور 8. ارمور 8 افضل من هذا اعتقد، مو؟ لو مكان البلوزه لا اعون هاي البلوزه، يلا خليه افضل هذا احسن. شد بعد هنا أنا. لا كم سلاح راقي بارت. بارت هذا EXR 50 كال راقي هذا القناص. اقوى حتى اقوى من الاوم هذا اقوى. شلون هذا ام 107؟ لا مو وقتك توقع، هذا بعدني بالبدايه. معبد هذا بيه واي متاهات. هسه منا ما عندي شي انا، ارجع لطريقي. هنا شلون اصعد؟ لازم عش صخور. من الصخور اقمز على ذيجه. توصل لو ما توصل؟ لا ما وصلت. بس خل اروح من هذا او في هذا المكان. اذا اوخر الحراره شوفن؟ لا ناش عندنا؟ عندنا طريقين. وين هو المعبد؟ هذه جاتنا انا. عندنا طريقين اعتقد ذاك الطريق افضل. اصعد يا معود اصعد. اسلحة هاي ناش عندي اوزي. اعتقد صارت الصبح. اي راح يصير بكيسيات عتاد. شدي بعد عتاد مال بكيسي مال ام 249. هسه ناش عدي ما اقدر اصل على الحايط. شعد هنا دبل بليد فايكنج اكس. وهنا شنو سلاح راقة هذا مبين؟ هذا اللي ينباع يمكن، مو يفيدني يمكن اللي ينباع. خوذه مال فايكنج بس خل اخذ ماي. فايكنج هيلمت ناقش عدي.
خوذه، بس شلون اقدر اوصلها؟ لازم اكون حذر. عد انا خوذه ما احتاج. بس ذاك سلاحك وياها، شنو ذاك السلاح؟ VSS؟ والله سالفته خطره. ما يحتاج مجازفه. عد طيقني انا، خلاص عد مني انا. ناشا ايدي حذاء هنا درع. اوكي صارت صبح. طيب فين يوديني؟ اعتقد هو طريقي لو هذا، اعتقد هذا. ها اذا انزل وين يوديني؟ ها هذا الدرج. بس شنو المشكلة؟ صار جوا تمويه. قبل لا انزل بالدرج، ولو انا متاكد ما اقدر انزل لان مسافه طويله، بس ادري شو شكله هنا بالله. ها هاي النزله. اوكي هسه طلعت من المعبد. هسه راحت منطقه الخطر. هسه شنو مطلوب من عندي؟ المتاهة هاي شل عن قلب. يا طير منا منا ولو منا، خل اجرب هذا الطير. هذا الطير انه راح يوديني منا لو منا لو منا. حيرة والله. لا منا. هاي سوينا اروح منا لو منا لو منا. خلي اشوف والله هناك اكو لوت. اكو شي هنا؟ بي ام جي طلق مال سلاحي اللي اخذته. ها ما بستل بين قوي يفيد بكاتم على الاقل. هسه وين اروح؟ منا لو منا لو منا. دخلت. يمكن منا، اعتقد منا، واعتقد لا. والله حيرة. انا طابلة قبل مسجدة همينة، بس ما اتذكر اصير شلون ارتفاع. اتذكر ارتفاع لفوق مو منها. لا ما اعتقد منها. اي ها هي لزمت الطريق. هسه شنو؟ خلي الغى هاي رسالة مال تسجيل مسبق للعالم، عبالها هذا شيء قديم. وين هو الشات؟ ما اقدر الغي لك وانا الغي البث اعتقد. يلا خلي مو مشكلة. هسه لازم اكون حذر
لان عبارة عن ها ما عندي شي بيه، بس خل شنو اترس ماي، خاف بعدين ما اقدر احصل ماي. اكو هنا حفرة يمكن اذكر، اكو هنا حفرة. ذاك سلاح اوقف خلي اوصل له 50 كال يمكن، مو اي. وهذا شنو اتاد مال شوت شو اسمه بي كي سي ناش عدي اكسايلد ما قناص، وهذا اكيد ناش عدي مال سلاح مالتي. لحظة هنا اقدر اكو نزله لو اذا جوا بعد وقت ماكو نزله. هسه شنو دي بالك ها من هنا اي هاي النزلة. خلي عليها عش حتى ما اشوفها، عبالي اول مرة اطيح هنا المعبد. هسه نرجع الشعان قلب نجي هاي منا، لا لو منا انا وين اعبر هسه اي او ولك. هذا المكان ما اذكره معدلين على شو اسمه على المعبد ما كان هيك شيء. ذاك المعبد شلون اقدر اوصل له؟ المعبد الثاني اللي هو بالنص ها ذاك المعبد اوكي ذاك الطريق المعبد ذاك الوسط. كلش اكون حذر. او عيني مشكور على المشاركة حبيبي تسلم. هنا ما عندي شيء، مكان السر طبعا مخلينه هو هنا. لحظة وين اروح هسه؟ اه صعد هنا مو؟ لا انا مشتبه اي ذاكيات المعبد بالمصف
قال هو يعني الجائزة الكبيرة بي، اللوت الراقي بي، ما راح احصل مطرقة الثور. مطرقة الثور احتاجها، اكو معبد بالقطب ببوابة ما تنفتح الا استخدم هذه. طبعا هي لعبة هاي اونلاين، بس يعني اكو بيها تقدر تستكشف، تقدر بيها يعني الخريطة بيها هواية خيال وهاي السوالف. هاي طبعا هسه سهل، بس شنو بي مثل ما نقول يعني مصطبة واحدة بعيدة عن الثانية، فلازم اكون حذر. اشكرك حبيبي على المشاركة، تسلم حبيبي التميمي، تسلم. هسه هنا اموت. طيبة شد بعد. هاي الشدة شوية هي مبينة صغيرة، بس شنو المشكلة؟ ذيك شوية أعلى والقمز هاي اي عبوت. هسه بعد ما عندي شيء اروح للمعبد مباشرة. وصلنا للمعبد. هسه خلينا نشوف اللوت البي. او زومبي موجود جوا، ما توقعت تسمع صوتهم. يلا اذا قليل سهل. غيتو حاي رسالة. يلا يا بروحي ما جاي اشوف. جاي اسمع صوتهم بس ما جاي ندلهم وين. تماثيل مهم تسوون بلاغ شو اسمه فضيح فضائح واعي السوالف، تمثال يعني مو حقيقة. مفروض اقول تناقى جو اعتقد له غير مكان، ما متأكد. شنو يعني هذا الاوربت يودينا غير مكان يمكن؟ لو شنو هذا بالضبط؟ هذا خلي اخر شيء، ما اعرف وين يوديني، خل الويت بعد افضل. مشكورين يا اخوان، مشكورين، حياكم الله ولا سهل. اعيد، هاي اللعبة دايزي هي موجودة على الحاسبة، موجودة على البلاي 4، بس على الحاسبة هاي سيرفرات مودات بيها يعني استكشاف، وبنفس الوقت وايد لواعيب، يعني خريطة بيها هواية اماكن حلوة تقدر تشوفها، وهاي بنفس الوقت لواعيب وياك اونلاين. اكو سيرفرات تمنع مثلا لاعب يقتل لاعب، واكو سيرفرات لا مسموح. حسان السيرفر هذا ممنوع، مجرد استكشف انا وبقية اللاعب، بس لان هي كلها اجانب فجاي استكشف بحري. مطرقة الثور حصلتها. هاي المطرقة اكو شكو، اكو بالشمال بقصة الشمال هذا المعبد، احتاج هاي المطرقة حتى افتح البوابة مالته. بعد خلي اللوت، ظهر اللوت حلو هنا أنا مرتب. انا هاي الرسالة والله زعجتني. هاي جاي يقول يعني اكو شلون اير دروب. شنو السلاح هذا؟ ها حزام، هذا اعتقد حزام عدي مو؟ ايه عدي حزام. هسه قد حصلت انا الخوذة مال الفايكنج، وحصلت سلاح 50 كال، هذا وهذا سلاح وهذا سلاح، و منطقة مال فايكنج ثانية، واكو سلاح ب 50 كال حصلته، وين وداه؟ انا اثنين سلاحين حصلت اتذكر 50 كال هذا واحد، ثاني وين؟ سلاحين اتذكر اخذت، بس خلينا نستكشف اخي قبل لا نروح المكان الاصلي.
لا ما اقدر اغمز. اكو شي هنا بعد؟ ماكو شي مو؟ يلا هسه خلي ارجع للاوربت هذا الجو نشوف وين يوديني بالله. هاي نزل بس مخافية عني. اكو شي هنا بعد؟ هذا؟ شنو هذا؟ هو هذا الخقع صار لي ساعة وانا مخترع من عندك. عبالي هواية طلعت بس ستة؟ عندك لوت بيها؟ ها لوت هذا عده فيس ماسك انشنت شيردن. تمرض اللاعب مالتي خلي عالجه. تريسايكلين ومالتي فيتامين. هذا راح يوديني غير مكان؟ ها اذا مو هذا الشراين يوديني غير مكان. الشراين يصير برا ورا شلال يعني لازم اطلع منه. انا اعتقدت هذا راح يوديني غير مكان. بس ذاك هم بيه خطورة شوية لازم ارجع طريقي كله مرة ثانية. منه هو طريقي ورجع مو؟ لو مو منه لا مو منه. والله ماك طريق منه مختصر يوديني ينزلني جوا؟ لا بس لازم اعيد ادراجي الى الطريق اللي رجعت من عنده. خل اكل بس انا ذاك اخذت سلاحين 50 كال مو راح الثاني. انا ذاك اخذت سلاحين 50 كال هذا واحد. الثاني وين راح؟ ثاني وين راح الثاني؟ ما معقوله يصير واحد من ذني هو هذا 50 كال والثاني وين راح؟ وبكياسات اثنين خليت تذكراني عجيب. ما اعرف بس لازم اكون حاذر مرة ثانية. اذا وقعت هنا اموت مو؟ هذا مو عم غمير النهر. اي راحت الخطوة. بس ما قصدكم
بس راح راح تمطر راح تصيدين الليل يمكن راح تمطر. هسه شلون انزل هنا؟ انا مو خوش ما اعتقد نزلة مناسبة. عجي توقع لازم ارجع المكان. ها شلون اقمزها هاي؟ هاي تخوف. اكو مكان ثاني؟ لان اذا من منخفض المرتفع ما اعتقد يقدر يقمز اللاعب. اذا انزل هنا اقدر؟ بس لازم شلون اقدر انزل؟ على كيف؟ لا على كيف. اوكي اذا اقمز هناك اوكي. انا اخاف من هالارتفاعات لان اذا متيت رجعني من البدايه. يعني لازم اقدر انا ارجع جثتي دقاها هنا. أنا بس شنو طيخ بعيد. هسه كلش خوش حكي. هسه خوش حكي. هسه تمام نقدر نقول وصلنا القاب الارض بسلام. اي هسه الشراين وين القاه؟ انت شو وداك هنا ما تقول لي؟ عندي شي هنا؟ عندي لوث بيحض لو ماكو شي. تعال الله جابك. هنا عندي اللوت. هسه باعتباري معبد فوقاي لازم اروح جهة الشمال. هذول هواي زومبي. هذول قصدي محاربين نود الحمر. انا المفروض استوجه للشمال. بس الشمال لازم شنو؟ اكو شلون هذا بصعد عليه انه بقدر اروح للشاين ذاك يوديني رجعني لمكان افتراضي. طبعا اللاعب مالتي عطشان بس حاليا انا ما اقدر. خليه اتخلص من ذول وراي. اي وصلت يمكن مو؟ اذا المعبد قدامي اذا وصلت. اي معبد قدام وصلت. هاي ما دام انت واحد او اثنين بالاحرى. دعوتكم على السريع بيكم البركة. ها حتى من هنا شنو؟ وين ال شو اسمه الشلال؟ وين اقى الشلال؟ يمكن بعدني ما علي شلال. هسه توني الا صعدت. هذا الشلال من هنا. تشرب لك ميه؟ لا
لك. بداية الشلال هذا اكو شراين، شراين يعني شلون ال مثل ما نقول مرتفع مال معبد كان قربان او هيك شي. وصلت له هذه ياته. اي رحت هسه رجعت الخريطة مالتي، المخرج ماله من هنا. هسه الشيف راح يسوي ريستارت، ريستارت يعني بين فتره وفتره جثث يخفيها اللوت يغيرها، هي يعني مو فتش فرق. وهكذا طلعنا من المعبد، ولو حصلنا مطرقه ثور واسلحه عديده قيمه. هسه انا حاليا وين؟ انا حاليا هنا أنا. بعد شنو المكان اروح له؟ خلي اروح له الكامب هذا، اروح للكامب بير. لوين اروح بعد؟ محطة التالية وين؟ استكشف ذني ال لا هذني ايضا بعد يوم قرر. اوكي سيرفر سوى ريستارت. ايش 3 دقائق وارجع على ما السيرفر يكمل ريستارت. Jump the bandwagon cause he's irrelevant. Yeah. Probably celibate, sucking, biting sticks, crying over.
thousand miles away. Place your fucking shoes, cause it's time to get paid. Point your little finger, power, lust, and self-made. I thought you knew it back in the day when I was casting my shade. It doesn't matter what I do, it doesn't matter what I say. I'll procreate the game while you haters fucking hate. Prove it to the world that I'm doing something great. You live to blow up, yo, I think I'll just wait. Remember the time you lit a rhyme, believing the timing was something divine. You couldn't rap to be for a whack, lacking the paper you needed to sack. Look at the skills, look at the bills, balance the scales, you're popping your bills. You were a hole that I needed to fill, you were a victim I needed to kill. Fuck what you heard, I needed my birth. I can be second as long as you're first. I can be humble as long as you're great. Wasn't the grind, I needed to skate. I am the world that you need to spin. I am the point that you needed to win. I bet the comments are coming again. You know the world ain't about to end. Money stacks high, but this paper never spent. You know these haters are against your grind. Fall and skin your knee, yeah, we do it all the time. You know the world it ain't about to end. Money stacks high, but this paper never spent. الدنيا ديال وين هو حسه ما حددنا قرارنا. خلي واحد البياع لان انا بكل الاحوال احتاج بعد لو على القاعدة العسكرية ما دام عندي سلاح 50 كال. لان بكل الاحوال انا احتاج شو اسمه زورق او مثل ما نقول يخت حتى اوصل معبد القطبي. ولازم احتاج ملابس يسمونها دب ملابس شوم كلها فول يعني يعني هناك باردة كلش. لاعب سايد تمرض ويموت لان بهذا مؤشر ما درجة حرارة. وين هذا 50 كال؟ راح تمطر. سمع صوت دب يمكن؟ لو انا مش تبي هذا الكامب مو؟ ايه وين المسدس؟ عدت بكاتم؟ اي اوكي يا بكاتم يفيد. هسه انا يم كام بير 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 ما اعرف لفظ مالته صحيح. ماكو شي هنا او دوب جاري هذا الدوب شنو؟ خاف اكو لاعب ثاني جوا.
لابتوب دبت يو ها دي شو اسمه مسدب هذا اوه هواي ذولي ومن جهتين خلي بين الادغال يلا يا معود شنو سلاحك ما يقدر يخلص اسمع صوت دب هذول بالله مو سريعين يعني انا اسرع منكم بس الدب لا وهذول من نرمي عليهم يرجعون يعني يندفعون بس الدب لا ايضا هذا شلون راح اتفادى ولك بس لا شافوني يشافوني وما داهم لون جاني اطفل شنو ذاك الدب يا رب ستر شنو هذا الوحش ما اتفقنا عليه كبد لا لا توقعوا لك شنو ذولا بعد تشتري الشاقة وين الباندج انجرحت شنو هذا بعد عود ماكو شيء ماكو شيء ترى ولا كنا جاي مع ليه هسا شو الكتلة هذي مشكلة سريع شو الكتلة هذي شو بالله هذي اي مات معقول هذا قمنا لو لين
هذا بكن قلي جوا مو اعتقد. اذا قلي جوا حتى تعالوا تبعد بهذا. عتادين انا اذكر اخذت. ها دوب ثاني. شلون بالله اليوم؟ ها البي كيسي وين البي كيسي؟ ولا هو هذا ما يفيدنا بي كيسي في اليوم. يس سمي مو سمي تفضلي. اكس اي. خراب شكلكم يا والله. ايش قاعد يتحملون دك؟ ساعدني يا صبح. بس والله بيوم لوت هز ذولي. ولا يظن يخلصون. قد ذولي ما قد ايش قد ذولي. هاي الدب خليك تلعب السبعة. مات؟ خلص طلاقي. بعد يا سلاح ما استخدمت ضدكم. شوف هذا هذول مقلشين جوا. تعبان على السلاح. اوه عندهم فلوس همين. يلا خوش كفو هاي. بس خاف انزل وهذا يطلع لي. خلص الطلاق. بعد يا سلاح ما استخدمت مسدس. وهذا انت بس اريدك تبقى. بس اريدك تبقى مقلتش لان ابد ما اقدر لك. انت منين جيتني تعال. خلص الطلق. اكسايل اس ار ماك. خلاص اخذ سلاح الرسمي هذا. تعال وينك انت؟ هسه نبدي اللوت. بس اريدك تسترخي انت لان اذا فلت القايش مالتك انا ميت.
بس خليك مقليج خليك مقليج خليك مقليج خليك مقليج. بس لا هذا الله يستجق السعر خلي لو الناري هذا مبين ولا التفبير. الوت هذا اي تعالوا لك انت طلق البيت عليك وفضل فلوس. معقولة بس راس نار حصلت؟ الظاهر بعدك سلاح اقوى من 50 كال، لان على غير ما هذا مستحيل يعني هذا يجي سلاح يكتلي. لا تقول خبطت كلش هاي ماريتها. أسلحة بعدين شو راح أجمع؟ وين جلد مال هذا التفبير؟ شو بس اللحم مالته موجود؟ هذا من ريبن بوكس. يقولك ابتعد عني ابتعد عني. هذا جديد مالته شلون اقدر اوصل له؟ احسن حل خل ازرع شنو ازرع خل السيارة مالتي وينها؟ سيارة مالتي حتى بعد قبل اروح للتاجر. هذا اني خوش حصلت والله الله يعلم ذني قديم باع. لو ما تحبوا منها سيارة سيارة ما تحبوا منها. ايش عندي هنا أنا؟ شنو هاي؟ اي ماي ماي معقم. شوف عدي شوف شد هنا فرخت المنطقة كلها جبت الذئابة كلها يمي المستذئبين. لا والله لو ما هذا النار يعني هذول دب النار ما ايش يسمونه
على ما ظل وايد طلق بس كارثة دم ماته 500 طلقة فرغتها عليه وما مات. هسه لازم قبل اروح للبياع او التاجر. اي هسه لقيت خوش طيقة اخلي هاي جنطة وخليها بيدي. مش عجب ماكو اسلحة هواي يعني هذا مستودع حسب غير السيرفرات هذا المفروض ممتلي ملي باركس. شنو هذا؟ جاردن سويل سماد يعني شلون السماد لو مغذي التربة ما اعرف والله ما اعتقد اكو شي ما داعي بروحي. هسه اكيد ذولا راح القاهم طالعين من جديد. اكو بعد باكسات قدامي بس شوف انا تفيت حتى يعني ما عندي مكان. اوه جاو هذا حالي في اللي وراي. هسه شو نسوي؟ سيارتنا وينها؟ سيارتنا بس قبل السيارة خلي اعالج روحي. تتريسايكلين ومالتي فيتامين. وين شو اسمه؟ سيارة 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 هاي يا سيارة. ما يصير يمل كون ما يمي شو اسمه هادو بهذا او خايب. وخر عني انت خاطر ربك وخر عني. اذا شو اسمه ما قلت لك هاي